ناخذ اتصال الاخ ابو فارس من جازان. تفضل ابو فارس. مساء الخير يا الشيخ. الو، السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام. طيب عمر، الله يكرمك. مع الشيخ؟ نعم نعم. انا عندي زوجتي. تفضل. بنت عمتي وساكن جنب خالها اللي هو اخو امها. معايا؟ طيب. وعندها اولاد نعم. صغار. يقول لها يعني يا خاله الان كبر اولادها. لهم عيال اختي، يقول لها يا خاله. نعم. الان ساكن جنب اختي. طيب. واولادها يقول يا خاله لا، وهي الحين اولادها كبروا. يجوز نعم. انك تشوفون عليها؟ طيب. هي اخت امهم؟ نعم يا شيخ. انا عند اختي، ساكن عند اختي. ما هي اخت امهم؟ لا، مي اخت امهم. لا، اقول هي اخت امهم ولا لا؟ لا، هي زوجتي. ما هي اخت امهم، ليست خاله لهم. طيب. اقول ما هي خاله لهم، الله يهديك. وهي صغار، هم صغار، هي عندهم. طيب، اجاب الشيخ عن هذا، شكرا لك. اذا بلغوا لا تكشف لهم. نعم، ليسوا محرما لها.